أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة تطورات الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطة المحلية في تعز. إذن أعلنت شرطة تعز عن إطلاق حملة أمنية لملاحقة عناصر مطلوبة شمال المدينة. بلاغ صادر عن إدارة الشرطة ذكر أن الحملة جاءت بناء على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، وأنه كلفت شرطة مديرية القاهرة بقيادة الحملة بمشاركة وحدات الأمن العام والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والنجدة. وبحسب الشرطة فإن قوات أمنية انتشرت في عدد من الشوارع والأحياء في الجهة الشمالية من المدينة، فيما تلاحق قوات أخرى عناصر مطلوبة أمنيا. هذا وكانت الحملة قد أنجزت مهامها في الجهة الجنوبية من المدينة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: ما الذي حققته الحملة الأمنية في تعز؟ وماذا بعد؟ حملة أمنية جديدة بتعز انتشرت هذه المرة في شمال المدينة، أطلقت وفق بلاغ شرطة المحافظة بتوجيهات من المحافظ نبيل شمسان بهدف ملاحقة عناصر مطلوبة أمنيا. وأكدت مصادر أمنية انتشار وحدات أمنية في عدد من شوارع وأحياء المدينة. كانت تعز قد شهدت تحرك حملة أمنية للقبض على مطلوبين بتهم ارتكاب جرائم اغتيالات، إلا أن الحملة التي انتشرت بالقرب من المدينة القديمة والمناطق المجاورة انسحبت وعلقت عملها بعد توجيه من المحافظ على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن وكتائب أبو العباس، والتي أدت إلى مقتل مدنيين وجرح آخرين. وبحسب مواطنين فإن تلك الاشتباكات تسببت بإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكاتهم ومنازلهم. انتهت المواجهات بين الأمن وكتائب أبو العباس بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في تهم وجهت للحملة الأمنية بارتكاب مخالفات خلال انتشارها الأمني، ولجنة أخرى من السلطة المحلية استلمت وفق مصادر إعلامية مجمع هايل الذي كان مقراً رئيسياً لمسلحي كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً والمصنف زعيمها ضمن قوائم الإرهاب. وفق مراقبين فإن تعقيدات السياسة بتعز تعرقل مسار التوجه نحو الدولة، فالحملات الأمنية تتوقف مع كل تقدم تحرزه باتجاه القبض على المطلوبين أمنياً، ومع اعتراض آخرين على الأخطاء التي رافقت الحملات الأمنية، إلا أنهم يتخوفون من أن تنتج سياسة إطلاق الحملات ثم إيقافها عن استكمال مهامها إلى بقاء المطلوبين أمنياً كقنابل موقوتة تستخدم في نطاق فوضى موجهة. إذن أهلا بكم من جديد بعد أن شاهدنا هذا التقرير والمخصص عن متابعة آخر تطورات الحملة الأمنية التي شهدتها محافظة تعز، والتي ما زالت مستمرة وتشهد المحافظة خلال هذه الأيام، بدءا من المدينة القديمة إلى الحملة التي أعلن عنها وبدأت اليوم وجاءت بناء على توجيهات محافظ محافظة تعز ورئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان. في بلاغ صادر عن شرطة محافظة تعز تحدث عن تفاصيل إطلاق هذه الحملة الأمنية، أنها جاءت لملاحقة عناصر مطلوبة أيضا على قوائم العناصر المطلوبة، وهي عناصر خارجة عن القانون في شمال المدينة. البلاغ الصادر عن إدارة الشرطة أيضا قال بأنه شرطة مديرية القاهرة هي من كلفت بقيادة هذه الحملة المشتركة، أيضا بمشاركة وحدات من الأمن العام والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والنجدة داخل المدينة. أيضا بحسب بيان الشرطة قيل أنه هناك قوات أمنية انتشرت في عدد من الشوارع والأحياء في الجهة الشمالية من محافظة تعز. سنحاول الخوض في تفاصيل هذه الحملة وما الذي سار في هذه الحملة حتى الآن، وسينضم إلينا لاحقا، نحاول التواصل مع ضيوف من داخل محافظة تعز سواء في الجهات الأمنية وأيضا بعض الكتاب والنشطاء للتحديث في تطورات هذه الحملة، ما الذي حققته الحملة الأمنية حتى الآن. سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود للبدء بالنقاش مع ضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث، والتي هي مخصصة كما ذكرت سابقا لمناقشة تطورات الحملة الأمنية التي تشهدها محافظة تعز. لم يعد هنا ما يصلح كسكن أو مأوى،
والمدرسة صارت ركاما. هذا كل ما لدينا الآن كمستشفى. كان هذا ملعبا قبل اجتياح الخراب، والمتحف يروي حكاية واحدة، هي حرب أشعلتها ميليشيا الحوثي والمخلوع فدمرت وطنها. من جديد أهلا بكم. ينضم إلينا من تعز مساعد مدير عام الشرطة لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا، حياكم وحياكم وحيا مشاهديكم إن شاء الله. أهلا بك سيادة العقيد. نتحدث بداية بشكل عام، ما الذي حققته الحملة الأمنية التي تشهدها محافظة تعز حتى الآن كنتائج لهذه الحملة؟ طبعا الحملة الأمنية انطلقت بأمر من محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية نبيل، الأستاذ نبيل شمسان. كان انطلاقها مباركا، حيث كان الانطلاق بالبساطة النتائج كانت مرضية، لأن الدولة استطاعت أن تبسط نفوذها وهيبتها في كل المربعات أو في كل تعز وكل المنطقة المحررة. بالبساطة وباختصار، الحملة قامت من أجل أن ترسخ النظام والقانون وتجعله هو السائد في المدينة، وهذا ما كان. والدولة هي الأقوى في تعز، وأي رجل أو شخص أو جماعة أو مجموعة من الناس أرادوا الإخلال في أمن المحافظة لا شك أنهم سيجابهون بيد من حديد. والآن نحن في طور ترتيب الوضع، والوضع هناك تعاون كبير من قبل الأخ الوكيل لشؤون الوكيل وزارة الداخلية العميد أو اللواء المحمودي، وكذلك وكيل المحافظة عارف جامل. تم يعني نزول المدينة القديمة، وتم التفاهم مع بعض الجهات المعنية هناك، وإن شاء الله بيكون الأمر يؤول للنظام والقانون والدولة ستكون حاضر بإذن الله. طيب ما الذي يختلف عن النتائج الإيجابية التي أشرت إليها أنها حققت في هذه الحملة عما كان يتم الحديث عنه سابقا في الحملات السابقة التي شهدتها محافظة تعز على مدى السنوات السابقة أيضا؟ الحملات السابقة يعني كانت تؤدي غرضها، لكن هناك عوائق وهناك ارتباك في القرارات، والقرار عندما ترتبك من القيادة العليا تسبب خلل. لكن الآن القرار في السلطة المحلية، في الجيش، في الأمن، قرار واحد وانسجم انسجاما تام مع تطلعات ورغبات الشارع في مدينة تعز. طيب الآن فيما يخص المدينة القديمة، الحملة التي نفذت هناك، من شغر المواقع التي كانت فيها العناصر السابقة، وهل الوضع مستتب في المدينة القديمة بشكل تام؟ نحن كما قلنا في البداية أن الحملة انطلقت بأمر من رئيس اللجنة الأمنية محافظة المحافظة الأستاذ نبيل، وكذلك توقفت وتم الانسحاب بأمر من الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية. ونحن تركنا اللجنة الأمنية تركت المواقع، لأن المواقع ليست عسكرية أساسا، هي مواقع مدنية، والأصل أن المواقع هذه تبقى يعني للخدمة المدنية فقط، لأنه المدرسة ومستوصف ومش مواقع عسكرية حتى نحل محلها أشخاص آخرين. المفروض أن تترك للجهات التربية، تأخذ المدرسة والمستوصف تأخذ ويعني مكتب الصحة، والحياة يعني تبقى طبيعية. وهنا التعاون للأمانة من الأطراف، وإن شاء الله يعني سيكون الأمر مستقبلا أجمل وأفضل، وتترك الأمور لأهلها.
سيادة العقيد، تجاوزات رافقت الحملة الأمنية في المدينة القديمة، وأنت أشرت إلى وجود تفاهمات يعمل عليها وكيل المحافظة وشخصيات أخرى داخل المحافظة لتجاوز ما حدث. ما الذي تم فيما يخص هذه التجاوزات؟ ما الذي أسفرت عنه نتائج التحقيقات؟ هل هناك أي نتائج معينة؟ طبعا التجاوزات اكيد بتصلح، وهنا يعني بتكون لان الحرب يعني مواجهه بالذخيره الحيه ستكون اكيد مؤلمه لاطراف، بالذات الاطراف المدنيه. هناك تجاوزات، لكن سياده المحافظ شكل لجنه من القضاه ومن النيابات يعني في المحافظه، وكلاء النيابه وكذلك قضاه، للنزول ميدانيا ومعرفة يعني التجاوزات من كلا الأطراف، وكذلك مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي كذلك شكل لجنة لاستقبال أي تظلم وأي شكوى تمت على أو من خلال هذه الحملة من قبل بعض الجهات، سواء من أبناء الحملة أو من رجال الحملة أو من الإخوة الآخرين الذين هم ناصروا وآزروا بعض زملائهم الخارجين على القانون، والأصل أن يكونوا معنا لأنهم هم جزء منا كدولة، لكن الفزعة ومفهوم مناصرة القريب أو الصاحب ما زالت سائدة وما زالت مسيطرة على بعض الجهات، فالأصل عندما يكون هناك خارج على القانون نتكاتف جميعا يعني لتأديب هذا الرجل أو تسليمه، سواء كان يعني بالنصح أو بتسليمه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية ضده. طيب الآن الحملة التي انطلقت في شمال المحافظة، كيف تسير مجريات هذه الحملة؟ الحملة طبعا هي حملة واحدة، يعني حملة واحدة وانطلقت بتصريح وتوجيه من الأخ المحافظ يوم الثلاثاء 19/3، انطلقت حملة لمتابعة مش فصيل واحد وإنما لملاحقة الخارجين على القانون، وذكر المحافظ أن الأمن ينبغي له أن يمد ذريعته لكل منطقة في تعز، ولن يكون هناك مربعات مغلقة، فكان هذا كلام المحافظ والكل سمعه، والكل يعني عرف أن المحافظ جاء بأجندة واضحة وهو تحقيق الأمن وتحرير هذه المدينة. فنحن باللجنة الأمنية أو الحملة الأمنية انطلقت لملاحقة القتلة والمجرمين وفي كل تعز. الآن نحن في الجانب الشمالي الشرقي استطعنا أن نقبض على بعض المتهمين ومثيرين الشغب، والذين يعني همهم الوحيد هو التلاعب بمصائر الناس وكذلك بأرواح الناس، وخارجين يعني الهم الوحيد أنهم لا يلتزمون لا بنظام ولا بالقانون. والحملة تسير بوتيرة عالية وحققت أهداف إن شاء الله سترونها إن شاء الله قريبا وستعلن عنها قريبا. طيب بما أن الحملة في الجانب الشمالي الشرقي ما زالت مستمرة، بالتأكيد أن لديكم قائمة بعدد المطلوبين أمنيا في هذا القطاع. أكيد لدينا قائمة ومعروفين طبعا المثيرين الفوضى داخل المدينة والخارجين عن النظام والقانون، يعرفونهم جميعا أهل المدينة، وهم ليسوا كثر، يعدوا بالأصابع وسيسقط الواحد. طيب سيادة العقيد، ما أنهم معروفين هل يمكن ما أنهم معروفين سيادة العقيد، هل يمكن أن تضعنا أمام أسماء أبرز هؤلاء المطلوبين في القطاع الشمالي الشرقي من تعز؟ لا طبعا أنا لست مخولا بالحديث وتسمية أشخاص، لأنه بالأخير هو متهم ونحن جهة رسمية لا نستطيع إلا أن نقبض على هذا المتهم أو يسلم نفسه ثم يجرى التحقيق، والجهة الاختصاص القضاء هي التي تحدد أنه مذنب أم بريء. فأن نحدد أن فلان مذنب، نحن الجهة الأمنية بالعلن، هذا مخالف للقوانين.
طيب إذا كان غير معلوم وغير معروف أسماء المطلوبين في هذه الحملة، هل هناك أسماء ربما قد تكون لدى الجهات المعنية هي مطلوبة، وبالتالي عندما يتم إلقاء القبض على هذه الأسماء ستنتهي هذه الحملة؟ يعني ما أهداف هذه الحملة عندما تنتهي؟ يعني ستنتهي الحملة بناء على أي أهداف حققتها؟ طبعا الأسماء معروفين، مش معروفين، الأسماء معروفين، ولكن نحن كجهة رسمية لا نصدر اتهام أمام الناس وأمام يعني بالملأ وعلى مرأى واسمع من الناس. نحن لدينا يعني جهات ولدينا استدلالات، وأثناء القبض على هؤلاء سنواجههم، ويجب عليهم أن يعني يمتثلوا للقانون. فإذا كان لديهم ما يردون على هذه الدعاوي وهذا الاستدلالات وهذه الأمور التي سنواجههم بها كان بها، وإن كان يعني ثبت عليهم فهنا سوف يتم الإعلان عنهم أو على مرتكبين هذه الجرائم على مستوى الإعلام والصحف والقنوات. وأما التناول الذي يتم في مواقع التواصل هذا أمور شخصية وليست من جهة رسمية تحدد يعني من المتهم ومن البريء في هذا الموضوع. طيب سيادة العقيد، أشرت إلى نقطة مهمة في حديثك السابق أنه ضراوة ما حدث من اشتباكات ربما في الحملة التي نفذت في المدينة القديمة أنه هناك ما وصفته أنت بالفزعة من قبل بعض المنتسبي سواء الجيش أو الأجهزة الأمنية مع زملائهم المطلوبين في هذه الحملة، صحيح؟ نعم. طيب أنا ما الضامن هذه المرة أيضا؟ سؤال الآن سيادة العقيد، كيف ستتعاملون مع بعض العناصر المطلوبة الذين تقول أنهم ربما قد يكونوا معروفين وقد يكونوا محسوبين على بعض القيادات الأمنية والعسكرية؟ كيف سيتم التعامل مع هذه النقطة؟ لأنه لا يبدو أنه في قطاع معين في المدينة هناك فزعة وهناك سند وظهر ودعم لبعض المطلوبين، ربما تعميم لم يكن في تعز بشكل عام، في اليمن بشكل كامل. نعم، هذه الظاهرة سيئة في اليمن موجود منذ يعني الأزل، يعني قبل الحرب وبعد الحرب. لكن أقول نحن حتى في الحملة يعني بالانطلاقة الأولى للحملة ما كان هناك مواجهة أبدا، كان هناك حوارات ونزلت الحملة تحاور ونرجو تسليم المتهمين وإلى آخره، ثم بعد ذلك انسحبوا بعد تسليم اثنين من المتهمين، انسحبوا. نفاجأ اليوم الثاني بهجوم شرس على البحث الجنائي، هجوم قوي، اضطرت الحملة أن ترد وأن تلاحق المهاجمين إلى أوكارهم، فإذا بهم يلوذون بالفرار إلى المدينة القديمة، وفجأة تنهال الأسلحة يعني والرمي من كل حدب وصوب، ومما اضطر اللجنة الأمنية أن ترد، واللجنة والجهة الشمالية الغربية كذلك. نحن نتمنى أن يسلم المتهم نفسه أو الذين يدعمونه ينصحونه بأن يسلم نفسه، وسيكون يعني أمام القانون، لن يظلم ولن يعني يفترى عليه، لكن يسلم نفسه بالهدوء، وهذا مطلوب أن تحقن الدماء. لكن إذا لم يسلم نفسه أكيد سيضطر إلى مواجهة الحملة، وستضطر الحملة كذلك للرد على هذه المصادر النيرة التي ستنطلق من الجهة المفروض ألا تواجه السلطات، فستتطور المسألة. لكن أتمنى أن كل الأطراف يخضعون للقانون، يكونوا عون للدولة ويكونوا سند للدولة، والدولة هي ضامنة لكل الجهات وكل المسميات ولكل الأفراد والجماعات في إطار القانون وإطار المساواة في إطار القانون. أشكرك جزيلا سيادة العقيد سمير الأشبط مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث، والتي كنا نتمنى أن نستضيف فيها
أيضا ضيوف آخرين من تعز، لكن يبدو لي إشكالية في التواصل خارج عن إرادة، لم نتمكن من التواصل معهم، أنه كنا بالتنسيق مع بعض الشخصيات لكن للأسف لم نتمكن من التواصل معهم. شكرا جزيلا لكم. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم ماهر أبو مجدي.